Okay, guys. وصلنا إلى geothermal energy. Geothermal energy. نقدر نقول عليها الطاقة الحرارية الأرضية. طبعاً هذا نوع أيضاً منين من renewable energy. هي نوع من أنواع شنو الطاقات المتجددة. ونقدر نقول هذا النوع من الطاقات شبيه not depend on شنو sun. ما يعتمد عليه من على الشمس. بس شنو يعتمد عليه من على الحرارة اللي موجودة وين في باطن الأرض. اوكي في باطن الارض يعني فور اكزامبل ببساطه يعني لو شوف هذا الجراوند هذا الارض اوكي فهم ايش يجون هنا اكو حراره من تنزل داون يعني توصل مسافات كلش يعني فور اكزامبل 1 كيلومتر 2 كيلومتر 3 كيلومتر 4 كيلومتر حسب المنطقه كل منطقه مثلا 500 متر 9 درجه الحراره او جزء اقل بس فرضا اذا تنزل 4.5 كيلومتر ديب عمق درجة الحرارة إماجن 220 ديجري سنتيغريد فأنت الضخ ما يبارد راح شي يصير عندك شنو سوبر هيت ديستيم بخار الماء هذا البخار الماء من يصعد فوق عندك هيت كسينجر ممكن من هيت كسينجر تبدل وأيضا شنو هذا الستيم تخليه يفر التوربين وبالتالي التوربين كونكتد إل من الجنريتر وبالكونسيكوينتلي راح يولد الطاقة الكهربائية فمبدأها هو شنو الاستفادة منين من حرارة الأرض بضخ ماء بارد وتحويلها إلى ستيم. الجيوثيرمال إنرجي قلنا اللي هي الطاقة الحرارية الأرضية. خلينا نشوف. الجيوثيرمال إنرجي is one of the only renewable energy source not depend on the sun. هي الوحيدة من الطاقات المتجددة اللي ما تعتمد على الشمس البقية كلها تعتمد على من؟ على الشمس instead بدلا من ذلك it relies اللي ترجع لمن على الجيوثيرمال تعتمد relies تعتمد على الهيت produced على الحرارة المتولدة under the surface of the earth تحت سطح الأرض اوكي فهذا الديفينيشن مال الجيوثيرمال انرجي هذا هو تعريف الجيوثيرمال انرجي الطاقه الحراريه الارضيه زين خلينا نقرا بعد There are two main applications of geothermal energy ممكن انا اجيب لك سؤال شنو الابلكيشن مال الجيوثيرمال انرجي فاذا هو جاي يقول لك There are two main applications هناك تطبيقين لهي الطاقه التطبيق الأول producing electricity at a specialized power plant ممكن نستخدم هاي الجيوثيرمال حتى نولد طاقة حرارية طاقة كهربائية sorry electricity اوكي هاي هو أول تطبيق لهاي الابلكيشن الابلكيشن الثاني لا ما يحتاج أولد طاقة direct heating أسوي شنو تدفئة للبنايات and whatever which puts direct use temperature of water piped under the earth of the service okay اذا فاذا الابلكيشن اما برودوس الكتريسيتي او شنو اسوي دايركت هيتنج تسخين مباشر للبناء زين الجيوثيرمال باور بلانتس تيك اون سيفرال تايب اوف فورمز لها العديد منين من الاشكال اوكي البلانتس ديبيندينج اون تعتمد عليه من على التايب اوف جيوثيرمال اريا مثل ما قلت لكم تعتمد عليه من على المنطقه على المساحه للجيوثيرمال المساحات نعم يعني اكو بين منطقه ومنطقه كميه الحراره في باطن الارض تختلف من منطقه لاخرى from which التي ممكن اكستراكت انرجي نقدر شنو نستخلص منها الانرجي in any case في اي حاله the plants نقدر نقول الوحدات الصناعيه الهاي depends on شنو مبداها On the steam تعتمد عليه من على بخار الماء مثل ما قلت لكم ويضخ ماء بارد إلى باطن الأرض راح يصير عنده steam بخار الماء هذا كل ما بدأ عمل دخول ماء بارد وبعدين تولد الستيم هذا راح شي يسوينا باور التوربين and generate شنو الالكتريسيتي okay through the method of producing steam variety depending on the type of geothermal resource تعتمد مثل ما قلت عليه من على كمية الحرارة الموجودة في باطن الأرض. الآن عندنا هنا فيديو توضيحي شلون نستفاد منين من جيو ثيرمال. Thermal energy options. How it works.
Geothermal heating and cooling works by tapping into the constant heat source that is found 5 feet below the Earth's surface. In the Northeast, this temperature is approximately 53 degrees. يعني هنا وقفت على الفيديو هنا في منطقة بأمريكا يعني 5 فيت يعني تقريبا متر مترتين درجة الحرارة تصعد 53 يعني بعد ما طب يعني بالبداية اوكي 53 is good نقدر نستفاد من هنا اوكي Direct exchange geothermal or DX outperforms water source geothermal systems by 25% and is the most efficient system on the market. That's because DX does not require electrical circulators, which use additional electricity. DX only requires one heat transfer, and DX utilizes copper piping, which has superior heat transfer properties instead of the plastic tubing you. طبعا احنا من نسوي يعني الديبنج حفر بالعمق راح نمد يعني بايبنج انابيب هاي الانابيب جاي يقول لك has superior heat transfer property تمتلك خواص حراريه شبيهه فائقه يعني شنو كبر فما خلي البايبات بايبات المن سوري البايبات خليها بلاستيك لا شوت بي كبر يعني من المواد اللي هي شبيهه تمتلك موصليه حراريه عاليه حتى تستفاد من تبادل الحراره Used in water-based systems. Our equipment and installation are what separates us from everyone else. We drill our boreholes to a depth of 100 feet. When drilling to 100 feet, we are very likely to encounter moist soil and/or rock conditions, which are preferred for conductivity. Each borehole is drilled vertically and is spaced 7 feet apart. This prevents the phenomenon of ground loop interference. Envision each borehole as a 7-foot diameter cylinder that uses this area to gather the Earth's energy. When ground space is a concern, a teepee style or slant configuration can be used to reduce the area needed for drilling. Notice the reduced surface area needed at the top of the boreholes. Here's a simplified version of how a heat pump works when heating your home. All heat pumps have a compressor and an expansion valve that manipulate refrigerant. A refrigerant has two phases, gaseous and liquid. Refrigerant works on the basic principle that if you raise the pressure, you raise the temperature. If you lower the pressure, you lower the temperature. This is all done with a compressor and an expansion valve. Let's say the refrigerant starts its journey in its gaseous state and enters the compressor at 30 degrees. The compressor compresses the gas, which increases the pressure and raises the temperature to 100. طبعا مثلا احنا حقنا ريفرجرنت جاي يقول يعني مع تبريد بالارض فكان درجه حرارته 30 بعدين عندنا هنا شنو كومبرسر الكومبرسر مثل ما تعرفون هو شيء راح يساعد الضغط وبالتالي تزداد درجه الحراره فصعد درجه الحراره الى 160 اوكي لا تاس 60 degrees The refrigerant travels to a coil where a fan blows across it. The air blowing across this coil absorbs the heat energy and distributes it throughout the home. يعني هنا عندنا 160 وعندنا هنا فان على وعندنا كويل فراح نقدر من هنا من اللي يفتح نسخن شنو الهوم الهاوس البيت مالتنا اوكي زين الطالع راح شويه يبرد درجه الحراره شوف ايش قد وصل عندك 85 اوكي لان انت سويت عمليه تبريد Refrigerant leaves the coil, it condenses back to its liquid state and moves toward the expansion valve at 85 degrees. The expansion valve is basically like a dam with a small hole. When the refrigerant passes through the expansion valve, the pressure rapidly decreases and the temperature falls to 20 degrees. It then moves toward the TXV valves. These valves control the amount of refrigerant distributed to each ground loop. The refrigerant is then piped out to the well field and down the vertical boreholes where it begins its transformation back to a gas. As it transitions back to its gaseous state, it absorbs heat energy from the earth and travels back to the compressor where this ingenious process is repeated. When cooling is desired, this process is reversed. طبعاً ممكن هاي العملية نعكسها ونقدر نسوي عملية تبريد. Okay. Let us stop here. Okay.